السلام عليكم. الله يسعد مساكم يا رب. شو اخباركم؟ يلا يلا هلا بزود لك الحليب. خبز الحليب قدامهم. في كتير حد بيسألني بحكي لي انه انت بترضع الصغار عندك على حليب صناعي وليش بتشيلهم عن امياتهم. بالنسبة لموضوع الحليب الصناعي افضل بكتير بالنسبة لي من حليب الام، مش كجودة، هو كجودة ممتاز، لكن بالنسبة لناحية في كتير امور. اولا بالنسبة اللهم صل على سيدنا محمد، الناجة بترتاح تضلها بصحتها. اثنين، ممكن يكون عندك النعجة ما بترضع منيح او ما فيهاش كمية حليب المطلوبة، او الحليب يعني ما بكفي ابنها، لهيك انت بتشيله وبتريحها وبتريح حالك حتى ما تصير ترضع من نعجة تانية وتصير تقالب فيه. ثلاث، على الحليب الصناعي بشبع بشكل ممتاز، وبنفس الوقت على عمر 40 يوم بتفطم. اذا بده يضل تحت امه بده يقعد لمدة شهرين، لمدة 70 يوم، بضل على الحليب الصناعي احسن. هلا الشغلة الثانية، على الحليب الصناعي ما بكلفني تكلفة الحليب الام. يعني انا لما برضع من حليب الصناعي بوفر حليب الام لإلي، انا باخده بستفيد منه، بصنعه بستفيد منه احسن ما ابنها يرضعه. لهيك يعني في كتير شغلات واسباب انه هي بتخليني انا ارضع على الحليب الصناعي. الله يسعد مساكم يا رب، وان شاء الله بنحكي بالتفصيل اكتر بهذا الموضوع. مساكم طيب. طبعا انا لسه في عندي هناك جوا في القسم الثاني لسه بدي ارضعهم كمان، بس اخلص ان شاء الله بننزل هذا الفيديو. الله يسعد مساكم يا رب.